Ah ah. Comment? For the first time, shit. ما عنديش مع السواق راس مرفوع جامي المدليت المرات كيحسدوك حنكتب ليهم سعيد رجال تعرف رجال شميت غير دفع كيبغيو يديروا بحال لكن ناقصهم يبدع بديت وسط بوعدي والتقندع مشرالي من غير عاتقة وعبدو التقندع حمل ببالي السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو رياكشن مع اخوكم الشات عاوتاني. قبل ما نبداو كي جاكم الراب ديالي، كي جاكم الكلمات اللي كتبت انايا، كتبوا لي خليو لي في الكومونتير اش بان لكم، واش نزيد نكتب ولا قبل ما نقيس الراب وبلا ما نغني بلا والو. على اين واخا انا ديما حياتي كنت كنقول ما عمرني ما خاصني نغني، ولكن حيت ما كاينش الصوت، ولكن مع الراب تقد بدا تصدق شي حاجه. على اين تكتبوا لي في لي كومونتير اش بان لكم في هذيك البديه. سينو بغيت نقول لكم واحد الحاجه، خبر لكاع الناس اللي كاينين في لاشين، وانني قريبا ان شاء الله غادي نكون في المغرب، ما نقولش لكم اكزاكتومون امتى، ولكن قريبا ان شاء الله غادي نكون في المغرب. داكشي علاش بغيت نقول لكم بانه يوتيوب غنقد نغبر عليه شويه، وهادشي علاش غادي نطلب منكم كاملين اي واحد كيتفرج في لاشين ديال الشات واللي غيقد يشوف هاد الفيديو هادي يدخل عندي الانستغرام، حيت انستغرام واللي غنبدا ندير فيه لي ستوري ديال السفره ديالي في المغرب اون جينيرال. سو دخلوا الانستغرام، اللي باقي ما دخلش عندي انستغرام مرحبا به، مرحبا بكم كاملين. انا حاليا كندير غير التصاور ديال الفوتوغرافي اللي كنصور في انستغرام، مي غادي نبدا ندير لي ستوري اون جينيرال ديال اشنو طاري ليا في المغرب واش داكشي. الوغ ما غاديش نقد نديرهم هنايا في يوتيوب، باقي ما كنقدش ندير لي ستوري في يوتيوب. الوغ الناس دخلوا معايا الانستغرام، انا غنتسناكم. اي بيان سور واخا نوصلها غير الميل بعداك، يكون ميل بعدا في انستغرام، وديك الساعه نشوفوا نشوفوا شنو باقي والقادم افضل ان شاء الله. على اين رياكسيون ديال اليوم؟ عاوتاني غادي نديروا رياكسيون لخونا القناوي اللي اكثر لي كومونتير اللي جاوني ديغنييرمون هو الديسك على باش ما غنمشي. بزاف كتبتو بزاف، وبزاف ديال لي لايك على هاد على اللي كتب الكومونتير، وبزاف ديال الناس طلبوا هاد الديسك هذا. الوغ سبيسيالمون غادي نديرو هاد الديسك هذا، واخا كنت قلت لكم غادي نمشي لدوطخ رابور، مي فيو كطلبتو هاد الديسك هذا بزاف سي لوكازيون غنديروه. اي بتاتخ لا رياكسيون ديال دوما ولا ابخي دوما ان شاء الله نديرو فيها شي واحد اخر، شي رابور اخر. بالي الديسك ديال سبعاتو اللي باغي نديرو، وكاين حتى الديسك ديال داك الرابور الصغير سنيك، خرج شي ديسك مع التيفلو يوس 45، بالي الله خرج قبيله وباغي نسنت له داك الديسك، باغي نسنت ليه بزاف حيت عزيز عليا داك الدري الصغير اللي كيرابي دي جي سنيك جو بونس. على اين نبداو الرياكسيون ديالنا اليوم؟ الديسك هذا خلعني بزاف باسكو تيلمون طلبتوه بلاتي اوبلا نجيبوه عمليه التحكم عن بعد. الديسك هذا طلبتوه بزاف وقرات دي كومونتير جو بونس من الناس اللي غادي خايف انهم يتوشوني بزاف. على اين جيسبر المهم ما خايفش واش غيكون زوين ولا لا، انا متاكد غادي يكون زوين تيلمون القناوي مولف كيدير هاد الديسك زوينين، اون بليس تيلمون هضرتو عليه حاسب ان الديسك غادي يكون زوين بزاف. نبداو التسجيلات ديالنا ونطلقوا في هاد العمليه يا وفاش ما غيمشي غتاكو حفراتي خطوي في الظلام قلت شي المهم مريضة مولات القلب نقي والاحلام ندرهم بعيد والشوك في غوفيهم بلا ما تسقي وفاش ما غاتمشي حيت في اي طريق في ربي ما تيأسش عرف الله بلي ما غير فيها غير صلاح نفس المشكل يتعاود وخا نطلب السماح الى كميت والناس راه غير باش نسي الجراح باش نفاجئ على راسي طالق عليا بسلاح ماشي مبلي باغي نتلهى ونزهى تنختف على راسي حارق رزقي باش نزهى يمكن مكلخ ومصخ في العقليه يمكن كنتخيل راسي راني لاباس عليا وعليا تنكذب وخا عارف راسي بلي قلت الشي تبعاني وعيشاني معذب وخا ما عندي جناح تنحلم راسي تنطيح نحس براسي بديت نفيح ونزيد التخدير ودير الدور عليا فر واللي لا دارت نعز ونفيق نلقى احلامي طارت خصني واو
الديسك هذا قلتوا لي كان غناه واش كانت توفات الوالده ديالو الله يرحمها ولا كانت مريضه؟ جو بونس كانت قريت شي كومونتير وقريت فاش كانت مريضه الوالده ديالو. واو بقى فيا بنعمه صلى الله كيبقى فيا. وصراحه انا راه ما كتحس بالوالدين حتى كتبعد عليهم، ما كتحس بالحرقه ديال الوالدين حتى كتبعد عليهم. علاش ديما كنقول لكم فيديوهاتي اللي باقيين والديه في الحياه يقرب منهم ويعاونهم. احنا دابا انا في الغربه هذه وكتحس بالبعد ديالهم، كتحس به ثقيل بزاف. لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا عاوتاني واحنا بالزاويه ديال الفلوس واحنا بشري احلام حتى يبقى جيبي مسنون. باش ما غنجي واخا نوضي لعباس واخا راجع مسكنات ماشي يعني الدنيا سعاد. عرفتي يا ولدي يا ولدي يا ولدي مهما بساط الحياه غادي نحاول نرسم فيها باش ما ذكريات. وباش ما غنجي واخا نوضي لعباس واخا راجع مسكنات ماشي يعني الدنيا سعاد. عرفتي يا ولدي يا ولدي مهما بساط الحياه غادي نحاول نرسم فيها باش ما ذكريات. كنشوف الدمعة شبرت عيني كنشوف حمار الزرق معرفش فين باقي الدين. كنشوف أسرى فيها بعد الناس كلشي تايد مرق شد الخوف كيزيد يقصاح وأنا باغي يغمر. نعرف فين كانت جمعو وتقول ضربنا طفاء الدنيا جرى فوقاش غنجمعو من بعضنا شوف العين بصيرة يبقى سيرة حاسة براسي مسلسل عايشين دراما حزينة عايشي فيلم مسلسل. واو واو خويا القناوي تبارك الله عليك، منين كتلقى هاد الكلمات كاملين واو صراحة تبارك الله عليك والله تبارك الله عليك فريمون اصاحبي فريمون بزاف. وكتحس بيه كتحس بالديسك هذا مسكين كتبوه ومعاش بزاف وحق الله. كتحس بواحد الالم في الغناء ديالو حتى الطريقة ديال الغناء ديالو مبدلة في الديسك هذا. هو المخرج لقينا لقطة لقطة دموع من عيني في هاد اللقطة يطيحو نقطة نقطة. بقات عندي الطاقة شكون كضربو جماعة بقيت قادر نشوف الصدق خلي فينا لي ما بقيت قادر نشوف عينيك قدامي كدمع بقيت قادر بحري هايش عيش من درع تفكاري يسول عقلي تالي الخاتم كنكتب وعقلي حاب في جوا وبدا في ستوري سبتك. باش ما غنجي واخا نوضي لعمرات واخا راجع مسكنات ماشي يعني الدنيا صلى الله. جوبونس فريمون كانت باقا مريضة هاد الوقيتة هادي. لا إله إلا الله لا إله الله يصبرك أخويا القناوي الله يصبرك الله يصبرك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أنا زوينة هاد الكلمة ديال الدار يا مي خلينا نحلمو ونطفيو نار يا مي. الحمد لله حيت في الدنيا كاينين الأحلام بالنسبة لي بحالنا الحلم عندهم من أحلى الملعب. باش ما غنجي واخا نوضي لعمرات واخا راجع مسكنات ماشي يعني الدنيا سعاد. عرفتي يا مي مهما بساط الحياة غادي نحاول نرسم فيها باش ما ذكريات. باش ما غنجي واخا نوضي لعمرات واخا راجع مسكنات ماشي يعني الدنيا سعاد. عرفتي يا مي مهما بساط الحياة غادي نحاول نرسم فيها باش ما ذكريات. باش ما غنجي واخا نوضي لعمرات واخا راجع مسكنات ماشي يعني الدنيا سعاد. عرفتي يا مي مهما بساط الحياة غادي نحاول نرسم فيها باش ما ذكريات. باش ما غنجي واخا نوضي لعمرات واخا راجع مسكنات ماشي يعني الدنيا سعاد. عرفتي يا مي مهما بساط الحياة غادي نحاول نرسم فيها باش ما ذكريات. ولا شربتش ولا بدت بعيد على الدار خمس ايام ولا ربع ايام ماشي بمعنى انني كبرت لا قطعت الواد ما نشكرش ليا ولا الساري اللي عولتو عليها تكالي السقف اللي ترشيه ليا عاد مغشوشه. بالعكس انا شرب بغيك ولا بيك ما سوى تلعب ياه. واو
يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يصبرك أخويا الكناوي، الله يصبرك. وعلى ديسك داير، وعلى ديسك يلخص الفراق، الفراق والحياة والتحول ديال البنادم ملي كيكون الفراق مع الوالدة ديالو، خصوصا الوالدة ديالو. يا الله، الله يسمح لنا من الوالدين الخوت، الله يتا الله يسمح لنا من الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين. اونكور اون فوا اونكور اون فوا، فاش كتصنت للكناوي فهمتي، كتصنت كتصنت وكتحس في حاجه، عاوتاني كتقيسك لداخل، كتحس في حاجه كتحرك. هذه الموسيقى اللي كتوشي، كتكون فيها الكتبه، وكتكون فيها بزاف ديال الحوايج. وفي الطريقه ديال الغناء ديالو في هذا الديسك، هذا الكناوي مثل بزاف الطريقه ديال الغناء ديالو، كتحس بيه، كتحس بيه معات بزاف في الديسك هذا. يا الله، والله يرحمهم، الله يرحمهم اخويا، والله يجعلهم من اهل الجنه اخويا، والله يرحم جميع امواتنا، والله الله يغفر لنا، والله يغفر لنا ذنوبنا، والله يجعلنا من اهل الجنه كاملين الخوت. الله يلاقينا بالناس اللي عزاز علينا، كسوا والدينا، كسوا خوتنا، كسوا اي انسان كان عزيز عنا في هذه الحياه هذه، الله يلاقينا بهم في الجنه ان شاء الله. واكثريه الوالدين، اكثريه الوالدين. اونكور اون فوا نقول الخوت اللي باقيين والديه في حياه يتهلا فيهم. كندوزو بزاف ديال الوقت، بزاف ديال الوقت بعاد عليهم، وكنبقاو كنطلعوا شحال مره كنطلعوا للدار. انا غنقول لكم هذه مني وجبت انا كنديروا، بين اغلبيه بزاف كيديروها. كتدخل من الزنقه، كتكون دوزتي بزاف ديال الوقت في الزنقه، كتدخل كتكون كتفكرها في الماكله، كتلقى الوالده ديالك مطيبه لك ما تاكل. وهذه شحال مره كنجلسوا حداها وتبوسل على يديها وتقول لها شكرا وهذه، ولا غتهضر معها غير شويه، كنجيو زربانين باغي ناخذوا غير الماكله وناكلوا، كتاكل وكتمشي، او ثاني تخرج دغيا وتطلع تخرج وهذه، وكتولي تشوفهم غير شويه ديال الوقت. ديال الله يسمح لنا، الله يسمح لنا الخوت، الله يسمح لنا، والله يهدينا. واللي باقي عنده فرصه، واللي باقي والدي في الحياه، يفكر في هذه الهضره هذه مزيان، ويدورها في راسه قبل ما يفوت الفوته الاخوان. على اين ديسك زوين، ريت باش غادي كيناسب الموضوع اللي كيدوي فيه. هاد الديسك هادو ديسك اللي تقديرهم ديرو في ودنيك، وغادي وكتمزك وكتصنت ليه، ولكن في نفس الوقت غادي كيقصح بزاف لداخل ديالو. برافو اونكور اون فوا خويا الكناوي، برافو برافو. حتى حاجه ما جديده، الكتبه عندك توب سانسيغمون، الكتبه من لي بوان فور عندك هي الكتبه، والمواضيع اللي كتكتب وكتهضر عليهم. ملي كيبدا الديسك حتى كيسالي بحال كنتصنتو لواحد، كنتصنتو لشي قصه ولا شي موضوع اللي كنشوفو البدايه ديالو حتى النهايه ديالو. سو برافو اخويا الكناوي اونكور اون فوا، شكرا شكرا على هاد الموسيقى اللي كتعطينا، وشكرا لكم نتوما اللي شجعتوني انني نقلب على الديسك هذا ونتصنت ليه. كانت هادي لا رياكسيون ديال اليوم الخوت. خليو لي اونكور اون فوا الديسك اللي بغيتو تصنتو ليهم. كما قلت لكم باغي ندير ديسك ديال سبعاتون، سبعاتون عزيز عليا بزاف، توا داك السيد. وكاين ديسك ديال دي جي سنيك مع تيفلو ويوس 45 دريل ديال فاس، باغي ندير لهم رياكشن ديسك ديالهم. على اين اونكور اون فوا نقولها لكم الخوت، دخلوا عندي الانستغرام، دخلوا عندي الانستغرام، حيت بيانتو غادي نمشي، غادي نكون في المغرب وغادي نبدا ندير لي لايف. الوغ الناس اللي متبعيني في انستغرام هما اللي غادي يعرفوا امتى غنكون في المغرب واشنو كندير في المغرب. اونكور اون فوا ميرسي، ميرسي الناس اللي تفرجوا، خليو دي لايك، خليو دي كومونتير، اي بيان سور نتلاقاو ان شاء الله وباذن الله في لا فيديو الجايه. ادياس.